ساعات قليلة تفصلنا عن جلسة مهمة ومثيرة، حيث ستقرر محكمة العدل الدولية فيما طلبته جنوب أفريقيا من إجراءات عاجلة تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة والانسحاب منها وإدخال المساعدات وإدخال لجان لتقصي الحقائق، لأن جنوب أفريقيا تقول بأن إسرائيل تحاول طمس الدلائل التي تدين إسرائيل في هجومها على قطاع غزة. هناك سيناريوهات عديدة للقرار، قرار محكمة العدل الدولية اليوم، ولكن قبل أن نتحدث عن السيناريوهات لهذا القرار المهم والمصيري، لابد من العودة سريعا إلى محطات هذه القضية، وصولا إلى الفصل الذي وصلناه اليوم، حيث تقرر في يناير الماضي عبر محكمة العدل الدولية عدد من الإجراءات التقييدية تلزم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين وإدخال المساعدات، ولكن بعد مرور فترة طويلة وأشهر لم تلتزم إسرائيل بذلك، فطالبت جنوب أفريقيا من المحكمة بأن تتخذ إجراءات إضافية وعاجلة تلزم إسرائيل بوقف النار. وتقول جنوب أفريقيا بأن القرارات السابقة كانت غامضة، لم تنجح في إلزام إسرائيل، وبالتالي لابد من المحكمة أن تتخذ لغة واضحة تلزم إسرائيل بوقف النار. وبناء على ذلك قررت المحكمة عقد جلستي استماع في 16 و17 من الشهر الجاري، استمعت فيهما لمطالب جنوب أفريقيا، واستمعت كذلك لدفاع إسرائيل التي طلبت من المحكمة ألا تنظر في طلب جنوب أفريقيا واتهمتها بأنها حليفة لحماس. واليوم سيقرر القاضي قاضي القضاء نواف سلام ما قرار المحكمة حول طلب جنوب أفريقيا. السيناريوهات عديدة، أولا أن تطالب المحكمة بوقف إطلاق النار، هذا محتمل. احتمال آخر أن تطالب المحكمة بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، أيضا هذا سيناريو. سيناريو ثالث أن تعيد المحكمة ما طلبته سابقا من إسرائيل بأن تلتزم، وربما تضيف بعض الإجراءات الرقابية كإمداد المحكمة بتقارير نصف شهرية مثلا أو شهرية حول مدى التزام إسرائيل بالتدابير المفروضة عليها، وقد تستخدم المحكمة لغة غامضة كل يفسرها على هواه. لكن بأي حال من الأحوال هذه جلسة مهمة، خصوصا وأن الزخم الدولي حولها كبير، والانتظار الانتظار لأنه هناك مزاج دولي عام بضرورة توقف إسرائيل عن هجومها على رفح بريا، على الأقل السماح بإدخال المساعدات ولحماية المدنيين الذين نزحوا إلى هناك. الكثير من الجدل أيضا، خصوصا وهناك كلام وشائعات وتسريبات حول تداخل السياسي مع القانوني والقضائي، وما أضاف إلى هذا الجدل الكثير أيضا من الزخم هي تصريحات للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية الذي قال بأن هناك مسؤولا كبيرا اتصل به وقال له: نحن أنشأنا محكمة الجنايات لأفريقيا وللمجرمين الكبار كبوتين، ماذا تفعل؟ هذه إسرائيل. هذا الكلام من المسؤول السياسي الكبير والذي يبدو أنه رئيس الدولة العظمى للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، يضاف إلى تهديدات علنية للقضاء، وهناك دعوات داخل دول أوروبية للانسحاب من محكمة الجنايات الدولية. كل هذا يزيد الجدل حول المحكمة، ولكن هناك أمل في أن تكون المحكمة اليوم أكثر وضوحاً من المرة السابقة، خصوصا وأنه وبعد أن اتخذت التدابير في يناير حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 10,000 قتيل فلسطيني، وهناك تقارير كثيرة وعديدة تؤكد بأن إسرائيل لم تلتزم حتى بأبسط الأشياء ومنها إدخال المساعدات.